السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، اهلا في الجامع بخير، نتمنى دايرين بخير وعلى خير ان شاء الله. هيا هذاك العين كما كتشوفوا، شوفوا راه عامره، شوف تبارك الله الماء غير كيخرج كما كتشوفوا. على واحد العين هنايا عندها واحد الماء ما شاء الله. فوق السيف كيكون بارد، ما بارد فوق يعني الشتوى كيكون ما سخون. سبحان الله العظيم، العين ما شاء الله عنده واحد عنده واحد المذاق واحد تاع الصرح تبارك الله عليه. شوف اخوتي، وهنا انا كنت كنعمرو قلنا ملي كنا صغارين كما كتشوفوا. ها العين كما كتشوفوا تبارك الله كيف دايره. ها حنايا كما كتشوفوا الماء غير كيسير كما كتشوفوا. شوفوا خوت علينا كده تبارك الله، هاد العام راه عامرة بالماء كما كتشوفوا. واحد العين فيه تبارك الله، شوف على الطبيعة كيف دايرة. شوف أكشا ينور تبارك الله، العين عامرة بالماء كما كتشوفوا تبارك الله. شوف اخوتي على الماء ديالها، شوف اخوتي زادي ما يوما عندها يسخدها عمر اصلا تبارك الله. رجال تبارك الله تبارك الله، الساعة شركة شتو راه ما يتنغزا. امشي انا يعمر سواما وتفرق لنا ست يوم يزيد سبكا ندير بشي طماطيس ولدي. كما كتشوفوا العين عامرة بالماء تبارك الله، عنده واحد الماء تبارك الله الصراحة ما تشبعش منه الصراحة. احنايا انا غادي ندير نصور من هنا كما كتشوفوا. ها العين صوبوها تبارك الله الصراحة. غادي ندير واحد الدور من هنايا نشوفو الطبيعة اللي كاينة هنا لتحت. هادي هي الجهر ايمن نيتن الصراحة، مزيان. انا هاد الجهر ما خلاني عقل الصراحة، والكالم يعني واحد الهدوء، واحد الامن. وخا خليتي الدار ما تخافش عليها. شوف اخوتي، شوف على المنظر، شوف ها فين خلاقيت كما كتشوفو. الدار ما راه تهدمات مبقاتش، يعني كنا كنشوفو في هذا المنظر هذا تبارك الله. كما كتشوف اخوتي دابا، شوف 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 كلشي خضر، شوف شوفو تبارك الله على مناظر كاينين. شوف اخوتي، شوف زهري تما المنظر هذاك، حنا كنسميوه تفديست، يعني واحد بلاصه وواحد كيغرس تما شي حاجه، راه خدام تما كما كتشوفو. دابا نوري لكم، هو كيبان غير شويه خدام تما. شوف اخوتي على كي سميتو، على الخضوريه، شوف كلشي خضر، كلشي خضر تبارك الله. زادي تما يعني على الطبيعه، مشيتش جنب الطبيعه ما شاء الله الصراحه. ها كنشطور معاك جنب الطبيعه الصراحه، يعني الحمد لله جنب الطبيعه ما شاء الله. اجي كارفنوش هي كيم دات سراوة مش ورا ما يهنا. هاديك شوف شي ناس ساكنين ليه، وقيل ما بقاوش تحت هما، راه واحد الدار ليه. هادوك عاوتاني كنعرفهم، ولكن دابا توضروا عليا ما قدرتش يعني نعرف عاد مازال. وشوفوا راه الطريق الكبير راه كيدوز من الفوق من ايه كيمشي لتمسامان، يعني امشاني نبري نتفقى تمسامان وين عاود ثاني تفهم. امشاني كانت ناك الشعن هاكا مشت ورا ما يثنى يجي منظر رائع رائع. امشاني هو كمان يعيش صافي بزاف الصراحه، يعني الصراحه
مشكل ذا ابن إيه مدين خرق ذا يدي مغار ذا اسمع امش انا غادي نخرق ذو زبات التوت الصراحه هكا روح اختاروها مش تورى ما يثمع يعني يموش انا يعني المليح بزاف الصراحه ما شاء الله شوف يفوضها شوف شوفوا الصبر اخويا كيما كيف داير شوف تبارك الله تبارك الله سلام الصراحه المناظر خلابه مناظر واش مناظر واش مناظر الزيتون هالغابه انا كنقول ليه الجامع ديال القان يعني تم زيد القان كما مش تسلم مش تورا عم صر غابت اروح ثاني كل شيء تورد غابت مش تورا كل شيء تورد غابت مش تورا ما يفهم هي اللي جاي يزدغن باش تسحب كل شيء ما انا يحيد ورد غابت باش تسن معرفه من خلال ليس الطبيعه بزاف ليس الطبيعه ما شاء الله الصراحه لانه امشانا يستحق الزياره يستحق السياح الصراحه لان امشانا السياح في الحقيقه لان امشانا يتعجب روميا بزاف غير شي واش نسمير هو مثلا ايموشنايا ولكن ان شاء الله سفيديو ان شاء الله السني ودان على الاقل السني مغربي نخرج ندير الخارج والسن سحاب الداخل عاود ثاني هذا ان شاء الله هزان المنطقه يا كما سمعتوا اخوتي هاد المنطقة راه زوينة بزاف خضراء وفيها كوش فيها الأرنب يعني اللي بغى يصيد الأرنب اللي فيه اللي كيصيد يعني أي الحيوان ترى كاينين هنايا كما كتشوفوا هاد المنطقة راه معروفة يعني الحمد لله منطقة خضراء كما كتشوفوا أمشي ورا ما يهمة أمشي أنا نتمنى إن شاء الله أغاز تسم زيب كورة مشان غير السرم وها غتكم الدورات السرم العام سيدي سواء ذي الصيف او من غير الصيف يعني امشي انا سبحان الله العظيم يعني غاسيج نجو واحد الصراحه الجيبه مي غادا في الجيبه لا مش نوينا وليس الطبيعه وشوف المنطقه تبارك الله هامن دايس الحمد لله يعني راس جوار خص التزاح موجود خص تربات موجود خص المشمش موجود مين تخسر الحمد لله قدرت مين تخسر تبارك الله هكا نكمل ديها غفار اراجل كاش السي خويا راجل ابو محمد هادي خصها وسمين ديك السمين هذا الحمد لله الخيرات موجود هار مش ماشي وطا وحس وحس هار باقوقي وطا وحس وحس وسي هازي هاد الخيرات من الله سبحانه وتعالى والله الا غير مشتت يعني وخا هاد الشي ديني وهم ديال القرش ايوا القرش غير الشغب صحتك والجيزك بداني تسمى الصراحه منين من منين من رباقوك كز ديك كز رباقوك هاكا كز رباقوك تبارك الله نخزر رباقوك نمشي تجا بسم الله ايوا قصيخ ديال الحسيمة ولكن وايد جاي مو الصراحة والله العلي العظيم مو الصراحة هذا في واحد البنا اش صاحبي فيه واحد الونة ما شاء الله تبارك الله امشي تورا ما يهمر معقول اروح انا نخزر مشمر ياك دابا خوتي غادي نمشيو نشوفو واش كان شي مشمش وبقاو معانا الهنديه كما كتشوف الهنديه غير هي اللي كاينه في هذا البلاصه الصراحه الهنديه بالكثره تبارك الله
كم شطورة ميتنا يراني هذا هي السماء تبارك الله أنا هو جيت لك سودي ثانيين أكاي أيتنا شطورة ثانية سويق زي صروخة ولكن مش جنة منس ما شاء الله صمضن كنا بدو صمضن ديري في شتي حمان تبارك الله غاسن الماء دقم يا سيدي علي تبارك الله والله العظيم اللي غاسن الماء دقم ما شاء الله الصراح الصراح أقا نوذج شوية فاد آخر شطورة من الطبيعة طبيعة واش من الطبيعة أيتنا طبيعة واش من الطبيعة نعطي المخزن هاكا كي غتسوى داير غيتا دا حنا ما جا نصدق لقد لقد مشطورة لقد الدف يعني باني يخرقخ وخا تكمل رغدي فيه دويا لقد الطبيعة تبارك الله بحال كي خصها يقوبريها مشطورة ما يهمها زي الطبيعة تبارك الله شحال هذا كي يقوبريها مشطورة ما يهمها زي الطبيعة احنا يا مساريين في البادية كما كتشوفوا شوفوا شوفوا تبارك الله على خطورية شوف الصبار الصبار على الجنب وحنا غادي في وسطهم يعني واحد المنظر ما شاء الله الصراحه واحد المنظر خلاب رقم شطور ما يهمك صح تقدري انت قديمين الديور قدامين مش شطور ما يهمك تبارك الله يعني يجي المنظر رائع يجي المنظر ما شاء الله الصراحه والله الا يجي المنظر رائع رقم شحال زقوم وسط كي خابي داك كي غدي 24 واتي وسط كي زعما ولكن يبدل خفي بزاف 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 ماشي غير شويه وصافي شوفوا على مناظر شوفوا خوت زعتي تما على مناظر مي غادا في المنظر مي غادا مي غادا واخا تغاز كم العالم يكمر وتي في المنظر ها هو واحد البال كما كتشوفوا ديال مولاه هنايا لا عود وقيله ولا بغلا بغلا هاتي مشوا مش تورا ما يهمها ايش المنظر رائع والله ايش المنظر رائع هاكا ابريد يعني دي الطبيعة طريق في الطبيعة الطبيعة الصراحة هاكا مش تورا ما يهمها وقا هادي هي الجامع ولكن بعد غادي نديرو فيديو خاص لذاك البلاصة لأن دابا قريب نوصلو داك الشيء اللي خصنا نوصلو هاهي ها فين كنا يعني كنفلحو هاد البلاصة والحمد لله راه كنشوف الناس كيف يفلحو دابا النت تبارك الله كيما كتشوفو على المنطقة كلها خضرا واش صورة ميتنا كلشي لذيزة نتمنى إن شاء الله لكم يعجب الفيديو زاتي المغزل زاتي المنظر صافي ما قعدت شويه المنظر صافي صفصف ما معنايا وقع زاف لو جيت صفصف وقع معنا ما سقعنا ازمو ما معنايا اسك سي خروج مشي سكا اوكي هو ذا زمو هو ذا زمو وقع زاتي تما زمو مشي كازا عزيزة تبارك الله زاف زاف كلشي ذا زيزة تبارك الله جن الطبيعة ما شاء الله اقا روخا معنايا يوداني ذا يزغن والسن والسن بين لك كلشي غاسنا تور الزيوت من تيري وسين تزوار حنا ولكن ان شاء الله هذه فيديو ان شاء الله هاد السن وذن هاد السن وخا وذن وذا يزدق ان شاء الله تمني خذ السن باذن الله نتمنى من الله ان شاء الله يزوروا هاد المنطقه الناس اللي ما ساكنينش هنايا والناس اللي مثلا ما كيعرفوش هاد البلاصه خصهم يعرفوها هذا هو الهدف ديالي انايا يعني هاد المنطقه كتستاهل الزياره الصراحه كتستاهل يعني الزياره يعني الزياره يعني باش بنادم يعرفوا شنو كاين في هاد المنطقة مهمة بزاف الصراحة لأن شحال من واحد ما كيعرف
هاد المنطقه وما كيعرفش بان عندنا حنايا كاع هاد الخير هاد في بلادنا. في بلادنا الناس اللي ما كيعرفوش يعني الخير اللي كاين في بلادنا الصراحه كما كتشوف اخوتي. نتمنى من الله الخير ان شاء الله. نتمنى اخوتي يعجبكم الفيديو، نتمنى ان شاء الله تشاركوا معنا في القناه اللي مشاركت معنا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.